ها هو الطابلو ديالنا موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة بريكولينو. إذا كيف ما كنشوفوا عندنا اليوم إن شاء الله كنشوفوا هذا الديجنكتور، فهو فيه واحد العطل ولا واحد العطل، مابقاش خدام. كيف ما كنشوفوا الفيزيبلات ها هما طالعين، وكنشوفوا هذا البوسوار هذا باش كندوزو التيار الكهربائي في الديجنكتور، فحنا كنوركو عليه بحال هكا كيطلع خاوي كيف ما كنشوفها، كيرجع خاوي. اذا بالنسبه ليا انا ما كنعرفش طريقه باش كيتصايب هاد الديجنكتور هذا، ولكن طريقه باش غادي ان شاء الله نغيروه، فحنا غادي نشوفوها ان شاء الله في هاد الحلقه. اذا غادي نحاول ان شاء الله نقوموا بالتغيير ديال هاد الديجنكتور. اذا كيف ما كنعرفوا فالثمن ديال هاد الديجنكتور هذا فحاليا كيدير تقريبا 395 درهم او لا علينا 400 درهم، يعني نقدروا نبدلوا هاد الديجنكتور بواحد الديجنكتور بحالو كيدير تقريبا 400 درهم. اذا اول حاجه فحنا غادي نقوموا بقطع التيار الكهربائي هو الاول، فحنا غادي نخرجوا على برا لعند المكانه وغادي نحيدوا دوك الحجرات باش كنقطعوا التيار الكهربائي على المكانه باش ما يبقاش عندنا التيار نهائيا في هذا الطابلو، عاد غنبداو ان شاء الله الخدمه. اذا غادي نحيدو الفيسات هما الاولين، من بعد غادي نحيدو هاد اللقطه ديال الطاولة. اذا كيف ما كنعرفو جميع فالمدخل ديال التيار فهو هذا، المدخل ديال التيار لهاد الطابلو هذا ولا للدار هو هذا، كيدخل التيار من هاد الجوج ديال لي بورن اللي كاينين الفوق وكيخرج هنا التيار من هاد الجوج الثانيين. اذا كيف ما كنشوفوا هاد الديجنكتور فهو خاسر، فحنا غادي نشوفوا التيار معبرو باش نتيقنوا بان التيار الكهربائي راه ما وصلش لهنا لاننا قطعناه من على برا. اذا غادي نديرو الميتريكس، اذا كيف ما كنشوفوا فما عندناش التيار، كيف ما كنشوفوا التيار فهو مقطوع. عاد ان شاء الله نبداو في الخدمه ديالنا. اذا اولا غادي نفصلوا هاد الاسلاك هادو، كيف ما كنشوفو ها هو الديجنكتور القديم، فحنا غادي نحيدو.
اذا باش نعرفوا ديجانكتور بلي راه في حاله جيده وبلي التيار راه في حاله جيده وكلشي هو هذاك، فحنا غادي نبركوا على هاد البطونه اللي فيها التيست، خاص ديجانكتور يطلع يقطع التيار كيفما كنشوفوا. اذا فهاد ديجانكتور التركيب ديالنا فهو في حاله جيده، غادي نعاودوا نجربوا نديروا التيست. اذا ديجانكتور ديالنا في حاله جيده، نشوفوا هاد البطون الاحمر واش كيقطع لينا التيار الكهربائي ولا لا. اذا فهاد التركيب ديالنا فهو في حاله جيده. اذا ما علينا الا نردوا الغطاء ديال الطابلو المكان ديالو. ها هو الطابلو ديالنا موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.